السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. درس الشغل. في بداية الأمر أحب أن أقول أن درس الشغل درس حلو وبسيط وخفيف وسهل، يعني كما نقولوا راكم محظوظين جدا إذا جاء في البكالوريا، لأنه من السهل أنك تكتب مقالة ممتازة فيه. بداية يعني لازمتنا نعرف باللي كاين قولين وقضيتين. القضية الأولى، ترى بأن الشغل استعباد وعبودية وخلق للعبيد، والإنسان لم يخلق من أجل أن يعمل، والإنسان خلق من أجل حياة برزخية دائمة ورائعة ولها فيها الكمال والجمال من هذا الخرق إن صح التعبير. والأنصار القضية الثانية يرون أن الحياة تتطلب الشغل من أجل تحقيق الرفاهية والشعور بالسعادة النفسية، وبالغوا في هذا الأمر. والآن إن شاء الله سنتطرق في هذا التلخيص أو في هذه المقالة لمعرفة والتوفيق بين القولين. أولا نبدأ بمفهوم الشغل. في الاشتقاق اللغوي، هو مشتق من لفظ لاتيني تريباليم، وهي آلة لتقييد العبيد، يعني ترابول. هذه الكلمة هذه مشتقة من كلمة تريباليم، كلمة لاتينية تعني آلة تقييد العبيد. يعني من خلال هذا الشرح نفهم أن للشغل يعني حاجة عندها علاقة بالعبيد من قديم الزمان. أما الدلالة الاصطلاحية، يعني اصطلاحا ماذا يعني شغل؟ يعني فاعلية إنسانية واعية موجهة لإنتاج أثر بواسطة جهد فكري أو يدوي. نأتي إلى مرحلة طرح المشكل. لا يستقام حال الأسرة والمجتمع إلا بما يتمتعان به من كرامة ورفاهية. ومن الوسائل التي اعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الشغل كفاعلية يلبي من خلالها مطامحه. ولقد اختلف الفلاسفة حول الشغل كقيمة، فهل استطاع الشغل أن يحقق كرامة الإنسان؟ هذا هو تساؤلنا في الأخير. مرحلة حل الإشكالية. القضية، كان تيار مادي. التيار المادي هذا اللي يقول في القضية هذه، الشغل يهدف إلى تحقيق أبعاد مادية فقط. أصحاب النظرة المادية شكون هما؟ أفلاطون وأرسطو. يعني في تدعي المقالة تاعك تعرف بلي أفلاطون وأرسطو هما أصحاب التيار المادي، ليرون أن الشغل يهدف إلى تحقيق أبعاد مادية فقط. الحاجة البيولوجية هي الدافع الأساسي للشغل. يقول أرسطو، العمل خاص بالعبيد كما يسميه الآلات الحية. ميشيل، لم تعمل الإنسانية إلا تحت تهديد فكرة الموت. نأتي إلى نقد القضية. الإنسان ليس كائنا بيولوجي فقط، فهو كائن اجتماعي وأخلاقي وسياسي أيضا. الإنسان لا يعمل من أجل أن يعيش فقط، يعني يقدر الإنسان ما يخدمش من أجل أن يعيش فقط. إذا كان على العيشان يعني يقدر يطلب، يقدر يأكل مثلا، يعيش، يروح يعيش في غابة ويأكل من الأشياء الموجودة فيها من أشياء تاع الطبيعة، ومش شرط أنه يعمل. معليش، نروح إلى نقيض القضية. الدافع البيولوجي مجرد وسيلة وليس غاية، لأن الشغل يحفظ التوازن النفسي والكرامة كما يقول فرويد وهيجل. هيجل يقول، واش يقول هيجل؟ الشغل ينقل الإنسان من مرحلته البدائية إلى المرحلة الحضارية. ثلاثة، كما يوجد في الأثر عفوا للخطأ الإملائية الغير مقصودة، لأني أكتب بكلافي كيبورد لوحة مفاتيح لا توجد فيها الحروف العربية، ولا أنتبه للأخطاء الإملائية إلا كنكون مسجل في الفيديو هكا، لذا أرجو المعذرة. كما يوجد في الأثر، أطيب الكسب عمل الرجل بيده. وأيضا
خادم القوم سيدهم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 4 فرويد: إن كل مهنة تصبح مصدر مسرات متميزة إذا ما اختيرت بحرية. أي عمل إذا اخترته بحرية، أي إنسان فيكم إذا خدم الخدمة اللي يحبها واختارها بحرية راح تكون مصدر سعادته أكيد. 5 فولتير يقول: إذا أردت أن تبتعد عن الانتحار أوجد عملا. كثير ما نسمع عن المنتحرين بدون عمل، كثيرا يعني أغلبهم، ليس كلهم ولكن أغلبهم. نقد نقيض القضية، ولكنها تحتاج للقاعدة المادية مثل الأسرة. يعني مثلا إذا جيت تكون مثلا أسرة ولا ذاك لازمات قاعدة مادية، لأنك إذا لازمتك الشغل. إذا نرجع للتيار المادي. وثانيا، قد يكره العامل عمله بمجرد كرهه لمهنته. يعني إنسان إذا كره العمل تاعو راح يكره المجتمع اللي عايش فيه، وراح يكره المحيط اللي داير به، وراح يكره كل شيء. ياما نسمع ناس كارهين الخدمة تاعهم إذا اللي سب في الدولة وفي الخدمة اللي يخدم فيها وكل شيء. التركيب بين القضيتين: لقد كان الشغل في البداية ذو دوافع بيولوجية، ولكن سرعان ما تطور لكي يصبح سببا رئيسيا في تحقيق الرفاهية والتطور والتقدم. ولهذا فالعمل يحقق أهدافا وأبعادا مادية ومعنوية. ويمكن هنا نتجاوز ذلك يعني بطرح ثالث، حيث نشير إلى أن الإسلام وفق بين العمل كضرورة بيولوجية ومن أجل استمرار الحياة وتوفير المتطلبات الضرورية، ومن أجل ضمان كرامة الإنسان من عدم تذلل. ويمكن إشارة أيضا هنا إلى القصة الموجودة في الحديث النبوي الشريف تاع ذلك الرجل اللي جاء يطلب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مش عندك؟ قال له عندي قدح وكذا عيطهم عايش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم جيبهم. جابهم، باعهم للصحابة في مزاد. قال: من يشتري علي هذا بدينار؟ زيد بعد قال له: روح اشتري فأس وابدأ أعمل واحتطب وما ترجع ليش إلا بعد كذا. بعد ما رجع له قال له: دينار اشري به ماكله. وهكذا يعني القصة هذه موجودة في الأثر لمن يريد أن يطلع عليها، وهي صحيحة بإسناد قوي صحيح. نأتي الآن إلى الخاتمة. نستنتج من التحليل السابق أن للعمل أبعاد متنوعة، فهو وسيلة لإشباع الحاجات البيولوجية المادية ويتعداها إلى غايات أسمى من أشياء نفسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية ودينية أيضا. يعني ديننا الإسلامي يمقت الرجل بدون عمل وبدون أن يوفر قوت يومه ويسد رمقه ويلبي احتياجات أهله، خاصة إذا كان ذو مسؤوليات. والله المستعان والموفق. أتمنى أن يكون درس الشغل قد كان طيبا موفقا سهلا، ونتمنى لكم كل التوفيق. بكالوريا ما عنده ما قالها، ربي يوفقكم وينجحكم. الله المستعان. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.